مشكلة الكوردات. عاشر مرة. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. ناس كتيرة بتبعت تسألني، انا ما باجي اعزف كوردات ما بقدرش اعمل الباري صح عشان اقدر احط الصوت يطلع كده كورد نقي، كل حاجة فيه سليمة. احب اقول لك الموضوع دوت شائع عند كل الجيتاريستات، كلنا بدأنا بالموضوع دوت، وحتى انا كمان يعني بعد العمر ده كله بعزف جيتار برضو نفس الكوردات، برضو مش سهل ان الواحد يعفعها. انت ايدك بعد كده بتاخد على انها تتحمل الضغط، وانك انت تحفظ وان العضلات بتاعتها تستمر في العفق بتاع الكورد، بحيث انك انت تطلع النغمة سليمة. طيب العضلات دي هتتمرن ازاي؟ اولا حاول انك انت تعفق الكورد جنب الفريت على طول، ما تجيش في نص المسافة، ما تجيش في نص المسافة وتعفق، هيبقى اصعب عليك. حاول تقرب شوية من الفريت، لو قدرت تعفق على الفريت اعفق على الفريت، مش هتقول لك لا يعني. اهو حاول تقرب من الفريت اللي انت بتعفق عليها، شبه انك انت حاطط صباعك اللي هو ماسك ده على طول. طيب عشان اتمرن على الموضوع ده، ان انا لازم اجرب صباعي ده لوحده. حاول تعزف كده وتتأكد ان كل الاوتار بتعزف، هتلاقيه صعب شوية بس معلش حاول. ايدك اللي ورا، حاول صباعك اللي ورا دوت يبقى عامل زي الكماشة، ماسك في رقبة الجيتار، بيساعد الصباع القداماني. لو انت ضغطت من ورا كمان هتطلع الكورد اسهل. بعد كده ابتدي حط بقى الصوابع بتاعتك على الاوتار عشان تطلع الكوردات ده. هتبقى تلاقي الموضوع طبعا ايدك ابتدت تتعب، تروح حاطط ايدك على سطح مستوي وترخيها شوية كده، هتلاقي ايدك ايه ارتاحت، تبدأ تاني تمرين. ما تجهدش صوابعك، خلي بالك العضلات دي وشوية المفاصل الصغيرة في الصوابع ديت غالية جدا وضعيفة جدا، اوعى انك انت تجهد ايدك بحيث انك انت ما تقدرش تتمرن. انا لغاية دلوقتي بعاني من صباعي الصغير، اتمرنت بيانو كتير وبقيت اعزف بالايد اعمل كوردات وبتاع، والصباع الصغير ده ما كانش واخد على الضغط، فاتلفت المفصل بتاعي عند العقلة التانية ديت، فعامل لي مشكلة لغاية دلوقتي مش عارف احلها، فلازم يعني اخده بالهداوة يعني. فحاول انك انت تجرب العفو الاول بالصباع واحد، وبعدين تبتدي تحط الصباع اتنين تلاتة اربعة. الكوردات اللي بتبقى مفرطة كده يعني، مثلا حاول انك انت تحط صباع واحد الدليل بتاعك، صباع بتاعك الدليل بتاعك والباقيين ترصصهم حواليه، صباع بتاعك الدليل بتاعك والباقيين ترصصهم حواليه، فانت تطلع كورد. طيب هو في حل تاني غير الكوردات البريه؟ يا جماعة الكوردات مش ست نوت، الكورد مش ست نوت، الكورد في الغالب تراياد، تراياد يعني ثلاث نوت بس، دو مي سول ري فا لا، ده الكوردات الأساسية. فالكوردات الأساسية ثلاث نوت، طب أنا محتاج ست أوتار ليه يعني؟ طب أنا ممكن أعملها على ثلاث أوتار. طب اسمع معايا، ده كورد الفا ماجير السول ماجير، ده كورد السول ماجير باريه. بص أنا هعمله بكام صباع؟ بثلاث صوابع بس. ادى نفس الطعم ولا لأ؟ من غير بيز بس. كورد الري مينير ثلاث اوتار غير اربعة، هي هي. طيب كورد مثلا السي ماجير، ده الباري بتاعه. بص لو انا عملت الثلاث نوت دول بس هضغطهم حتى بصباع واحد. فالكوردات يا جماعة انت ممكن تعمل كل الكوردات بتاعتك على الوتر التحتاني بثلاث صوابع بس. فانسى خالص انك انت لازم تعزف ست كوردات في الوتر في الكورد، انسى انك انت، فانسى انك انت تعزف ست اوتار في الكورد، ده كتير قوي. حتى الموسيقيين، حتى اللي بيلعبوا في باندات وكده، هو جيتار البيز عامل معاه نغمة البيز، فهو هيلعب بيز تاني ليه؟ فغالبا بتلاقي كورداتهم كلها بتبقى اربع اوتار بكتير. اخواننا بتوع الجاز
عندي واحد صباع، واحد اتنين تلاتة اربعة، والصباع الاولاني كاتم الوتر التاني كمان. ده الميجر 7، ده الماينر. بتوع الجاز بيلعبوا الماينر ده، بس عبارة عن تلات اوتار مضغوطين بصباع واحد، والوتر الرابع ضغط النغمة اللي فوق. انت مش محتاج ست اوتار عشان تعمل كورد كامل يعني، واخد بالك؟ كل ما هتتقدم في الجيتار اكتر، كل ما هتلاقي نفسك بتعمل كوردات بتلات واربع اوتار بس، وبتكتفي بكده، وبتدي نفس الاحساس اللي انت عاوز تحلله في الكورد بتاعك بالكتير تلات اربع خمس اوتار يعني، لما كل كورد بتاعك ممتد امتداد كبير يعني. فدي اتمنى ان دوت يكون وسع افقك شويه في موضوع الكوردات، وما تظنش انك لو ما عملتش الكورد البارده ووجعت ايدك وكسرت صوابعك يبقى انت كده مش هتعرف تعمل كوردات. لا، انت ممكن تعمل كوردات ببساطه جدا من الوضع المفتوح بثلاث واربع كوردات لثلاث واربع اوتار. وبعدين كمان لو انت بتعزف جيتار كلاسيك او جيتار اكوستيك، مش شرط يا اخي انك تعزف الكوردات كلها بريء من النص من هنا وبتاع، هات كابو، حط الكابو بتاعتك هنا في الوسط واعزفها كانها كوردات الوضع المفتوح بالظبط. فانت هتحفظ كوردات بتاعت الوضع المفتوح بس بكل انواعها وكل تفعيلاتها وكل الاضافات بتاعتها، وبعدين انقل الكابو بتاعك وقت ما انت عايزه في المكان اللي انت عاوزه. واشوفكم الحلقه الجايه.